مساء الخير مشاهدي يو تي في، حلقه جديده من برنامج هات الكره. احب يضيفي في هذه الحلقه يكون من الكابتن محمود كريم نجم نادي الزوراء السابق. اهلا وسهلا بك كابتن. مساء الخير على حضرتك وعلى الكادر وعلى الاستاذ اسامه. اهلا وسهلا بك، وارحب ايضا بالمحامي والقانوني اسامه عدنان. اهلا وسهلا بك في حلقه هات الكره لهذه الليله. اهلا وسهلا بك حبيبي استاذ داوود والكابتن محمود جميع الجمهور. اهلا وسهلا بك. نبدا الحلقه بابرز العناوين. منتخبنا الوطني للشباب يباشر تدريباته استعدادا لخوض منافسات بطولة غرب آسيا في السعودية. مهند عبد الرحيم لاعب فريق القوة الجوية يطمئن الجماهير عن إصابته ويكشف خفايا مستقبله. الليلة في هاتريك، إدارة نادي الزوراء تخوض صراعات من أجل البقاء. كانت هذه ابرز العناوين. خلينا نبدا بالمتابعه سريعا، عندنا متابعتين ومن ثم حتدخل في محور حلقه هذه الليله عن الهيئه المؤقته لاداره نادي الزوراء، اللي من المقرر ان يتم اعلان الاسماء يوم غد او كان المفروض اليوم، لكن اليوم راح نتكلم بالتفاصيل كثيرا خلال الدقائق القادمه. منتخبنا الشبابي باشر اولى وحدات التدريبيه في السعوديه، في وتحديدا في مدينه الطائف اللي تستضيف بطوله غرب اسيا للشباب. البطوله مشارك بها 12 منتخب، هي السعوديه والعراق والبحرين والامارات عمان اليمن الكويت سوريا لبنان الاردن وفلسطين، بالاضافه الى منتخب البانيا ضيف هذه البطوله. الفرق ال 12 قسمت على 3 مجموعات، المجموعه الاولى ضمت السعوديه اليمن وعمان والكويت، والمجموعه الثانيه ضمت لبنان البانيا العراق والاردن، والمجموعه الثالثه ضمت سوريا فلسطين البحرين والامارات. طبعا منتخبنا راح يخوض يوم، طبعا يوم الثلاثاء راح تكون هناك تنطلق هذه البطولة بلقاء عمان والكويت والسعودية واليمن، بعدها يوم الأربعاء راح يواجه منتخبنا الشبابي نظير المنتخب الأردني والبحرين، راح تواجه الإمارات ولبنان مع ألبانيا وسوريا مع فلسطين، وتستمر هذه البطولة طبعا في هذه الأيام، في تقريبا خلال 12 يوم تستمر هذه البطولة أو 10 أيام. راح تخوض المنتخبات مبارياتها على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية ونادي عكاظ. بعد أن أصيب في مباراته مع القوة الجوية، مهاجم فريق القوة الجوية وهداف الدوري للموسم الماضي مهند عبد الرحيم، وفور عودته إلى بغداد بعد إجراء لعملية جراحية تكللت بالنجاح. طبعا خص برنامج هاتريك بهذا اللقاء السريع مع أحمد سعيد، وبعدها راح أدخل في محور حلقتنا لهذه الليلة. كابتن مهند أهلا وسهلا بك في برنامج هاتريك، وشكرا لك على حسن الضيافة والاستقبال بعد الإصابة اللي تعرضت لها. أكيد جماهيرنا تحب تطمن عليك للعملية اللي أجريتها وأيضا موعد العودة إلى الملاعب. الحمد لله الإصابة يعني انتهت المرحلة الأولى من العلاج العملية وفترة الاستشفاء، وإن شاء الله يعني أقل من 5 أيام تبدأ المرحلة الثانية من العلاج إن شاء الله. زين، العملية يعني نوع العملية كانت في لبنان مع طبيب لبناني. نعم. موعد العودة الرسمي إلى الملاعب وأيضا موعد العودة إلى التدريبات. شهر إن شاء الله 1/9 نجهز إن شاء الله للعودة للملاعب. 1/9. أيوة. 1/9 تبدأ التدريبات ولا الدخول الفعلي؟ أي دخول فعلي إن شاء الله. فعل المباريات. العودة للتدريبات موعدها؟ يعني بداية الشهر الثامن إن شاء الله. بداية الشهر الثامن. زين، خلينا أيضا أسألك عن موضوع من زارك خلال هذه الفترة. إدارة القوة الجوية كانت موجودة، كانت حاضرة، وأيضا يمكن أنا سمعت حتى موضوع التكاليف العملية، ما أعرف إذا الإدارة تكفلت بها وأنت اللي تكفلت بها. يعني هم أكيد مشكورين الأخوان بالإدارة هنا للقوة الجوية، يعني زاروني قبل العملية. يعني تعرف يمكن هي إذا تتكفل بها الإدارة ممكن يحتاج وقت لحد ما يوفرون الموضوع الأموال، فأني يعني مباشرة بأسرع وقت أسوي العملية، تعرف يعني الوقت يخدمني بالعودة.
فأنا سافرت وسويت العملية، ويعني بعدها إن شاء الله إذا ممكن ممكن الإدارة تكفلت أو لا، المهم إنه يعني هم أدوا واجبهم صراحة وزاروني. هذا الشيء أكيد عندي يعني شيء مهم، يعني أغلب اللاعبين المدربين يعني مشكورين قاموا بزيارتي. زين، بالنتيجة هسه العملية أنت تحمل التكاليفها وتنتظر، ما تعرف إذا إدارة الجو تحملها ولا تتحمل. هي مبدئيا يعني أكيد أنا يعني اللي سويتها وسهلة إن شاء الله. يعني خلينا نقول هذا الموسم اختلفت الامور كابتن، مع تواجد الكابتن ايوبوديشو، ربما ايضا التعاقد مع ايمن حسين، وكنا نعرف بانه طريقه كابتن ايوب الاعتماد على مهاجم واحد، ربما في بعض الاحيان حتى ما يسوي تبديل على مستوى المهاجم. يعني هو اكيد هو راي كادر تدريب، يعني يعني بالنسبه لي احترمه، ويعني حتى صار اكثر من مره نقاش مع الكابتن ايوب انه ناقشته وياه. اكيد ناقشته وياه، يعني انا ما يعني يمكن ما بدر مني اي مشكله او صار اي تراش، بس صارت نقاشات بيناتنا انه هذا الشيء اكيد يعني الفريق ما ينبني على 11 لاعب، الفريق اللي يريد ينافس اكيد عنده يعني فريق كامل 23 لاعب او على الاقل 16 17 لاعب هم اللي يعني اللي يلعبون بصوره مستمره. فشوف انه صار فروقات، هذا الشيء اثر على الفريق كله، مو بس صراحه مو بس علي اللاعبين، يعني عدد من اللاعبين يعني ما دخلوا اي ما دخلوا بالفورمه، يعني ما خدموا الفريق لانه بعيدين، يعني الفريق من يحتاجهم اذا كان لاعب محروم او اصابه احد اللاعبين الاساسيين ما يكون جاهز نفسيا، طبعا لا نفسيا ولا يعني تاج اللاعب يحتاج اكثر من مباراه، فهذا الشيء اثر. شوف الفريق حاليا يعني وضع صعب، يعني من يتاخر بالنتيجه ما يقدر، لانه بدلاء ما ادري يسعفونه، هذا الشيء اكيد اثر على وضع الفريق كله. يتحمل الكابتن ايوبوديشو الوضع اللي صار بالقوه الجويه بصراحه، لانه القوه الجويه كان متصدر باريحيه في المرحله الاولى. يعني هي ممكن فلسفه كادر تدريب ممكن تنجح، وممكن لا، يعني ممكن هاي الفلسفه طبقها الكابتن مع قوة جوية ب 2021 اخذوا دوري، ممكن نجحت ايضا مع الزوران، مع الكابتن ايوب اديشا 2018 اخذنا دوري نفس تقريبا نفس الفلسفه، ما يعني ما يغير، لكن هذا السنه ممكن ما نجح، يعني ممكن ما يتحمل بنسبه كبيره. خلينا نقول اكيد هو الكل يتحمل، اكيد الكل، لكن بالتالي المدرب هو القائد. خلينا نقول اكيد هو المدرب، يعني شوف حتى مباشره تمت الاقاله او استقاله الكادر، لانه هو دائما المسؤول عن الفريق اكيد. زين، بالنتيجه يمكن انت حتى يعني بين المرحلتين يمكن طلبت المغادره، يعني تغادر القوه الجويه. يعني هو هذا الموضوع ايضا ناقشته ويا الكابتن، يعني بعد قبل الاصابه بفتره ايضا صار نقاش انه يعني انا اذا ما تحتاجني انا اغادر، وممكن تجلب لاعب اخر ممكن يسعفك يكون بديل، لانه يعني عندي عروض وعندي ممكن اكو فرق اقدر اشارك بيها. يعني الكابتن رفض وقتها انه محتاجك، واني راح اغير التكتيك الفريق بالمرحله الثانيه 4-4-2 بالحرف الواحد طبعا بدون اي، قال لك راح اغير التكتيك كله يعني حتى انت تبقى، وحتى يعني ما صار احراج مباشر، اتصال يعني اتصال مباشر بالانتقالات، يعني صار وسيط بيناتنا، حتى اذا بيحراج يعني ما يكون يعني مباشر. ف زين، الكابتن لا قال هاني محتاج مهند وراح اغير التكتيك. ما تغير شيء، لا تغير تغير بس ولا لا بالتوقف، يعني بين مرحلتين لعبنا مباراه الميناء، بس مباراه الميناء فقط، اي 4-4-2 فزنا، تشاركت بها، اي فزنا 4-2 بالمباراه، وبعدها لا رجع نفس الطريقه السابقه، يعني ورجع مهند على دكه البدلاء. انا ما عندي ابد مشكله ويا كابتن ايوب لحد الان، وهو يمكن اكثر الاشخاص اتصل بي 3 مرات 4 مرات بعد الاصابه اتصل بي، يعني بالنسبه لي يعني اخ كبير بالنسبه لي، ابد ما عندي، بس يعني الامور الفنيه لا، يعني لا صراحه لا، بالتالي احنا نتحدث على امور فنيه. اي اكيد انا كنت هداف للدوري في الموسم الماضي، اكيد اي، وانا يعني الموضوع اللي زعجني انه يعني وعدني شيء وما صار هذا الوعد، هذا الشيء اي، وحتى كبديل يعني ممكن ما لعبت حتى كبديل، اي هذا الشيء اكيد احنا حزب نفسي، ويعني ممكن نفسيا تاثرت هواي بها. زين، التغيير في هذا التوقيت استمرار الكابتن رزاق فرحان واضافه كابتن صفوان عبد الغني،
تعتبره ايجابي للفريق ممكن ينافس الفريق لو خلص الدوري رايح باتجاه الشرطه؟ هو يعني نفسيا ضروري كان التغيير، ضروري الفريق يعني وصل لمرحله خلاص بعد ما يقدم، وحتى اذا يفوز ما راح يفوز بمستوى، لانه يعني لازم يكون اكو تغيير. ف مع كابتن رزاق هو اكيد يعرف الفريق، كابتن صفوان اضافه اكيد للكادر التدريبي، يعني حتى اذا ما كان على مستوى الدوري ممكن على مباراه الكاس او بطوله الكاس يكون تاثير ايجابي ان شاء الله. خلال الفتره الحاليه انت تفكيرك باتجاه البقاء مع القوه الجويه، لو ذهب باتجاه العوده لفريقك السابق الزوراء، اللي انا عندي معلومه بانه اداره الزوراء تواصلت وياك بشكل كبير وعندها رغبه كبيره بعودتك خلال الموسم القادم. يعني موضوع المستقبل يعني لحد الان يعني مجهول بالنسبه لي. انا ما اريد دبلوماسيه كابتن. لا يعني انا اكيد حاليا مفكر بالعلاج ومفكر بتهيئه نفسي الموسم الجديد، وبعدها ما اعرف يعني لحد الان بعدني ما صراحه. لا بالنتيجه احنا نعرف مهند عبد الرحيم لاعب دائما ربما يعني مختلف، عندك تخطيط دائما للمستقبل. انت اكيد خال في بالك البقاء او الاستمرار، بس اكد لي موضوع الزوراء، تواصلت معك اداره الزوراء؟ يعني هم اتصلوا بي اكثر من مره اكيد، انه يعني مجلس سلامتي يعني مو يعني موضوع ثاني اداره الزوراء، وتعرف انا مثل نادي الزوراء وعندي علاقه جيده مع الاداره. يعني لكن موضوع المستقبل انا قلت لك يعني اصابه بعدها يعني بعدني ما ماشي على رجلي لحد الان، فانا اتمنى انه اعيد وضعي اتمرن وبعدها يعني ماكو اي مفاتحه رسميه من اي يعني ماكو يعني عروض رسميه صراحه. زين ترجع بالسلامه، ترجع افضل ان شاء الله كابتن. خليني ارجع للموسم الماضي اللي ايضا كنت فيه انت هداف وكان مستواك مميز، شنو اللي حصلت من الاتحاد العراقي؟ موضوع الجائزة أو الدرع، درع الهداف أو كأس الهداف حصلت له ماكشي لحد الآن؟ لا والله ماكشي يعني ماكو أي جائزة، يعني هي أكيد جائزة معنوية قبل ما تكون أي جائزة مادية، لكن أنا مستغرب هذا الموضوع. أنا يعني أرسلت أكثر من إعلامي يشتغل بالاتحاد انه موضوع تكلمت وياهم تكلمت انه ما اريد يعني صراحه للاعلام اطرح الموضوع، يعني شيء يعني بديهي انه تحصل جائزه الهداف هذا يعني استحقاقك، لكن ماكو اي شيء الاعلام ممكن يوصل. انا استذكرت السؤال وانا اشاهد هذه الكؤوس والجوائز المهمه، بالتالي هي راح تكون قيمه لك لك وحتى لاطفالك، وهي رساله للكابتن عدنان درجال اللي يقوم بعمل مميز، بانه جائزه مهند عبد الرحيم لازم تكون حاضره. اكيد هي يعني تلاقي شغله يعني طبيعيه انه بعد نهايه الموسم تتوزع الجوائز، لكن خلص الموسم او الموسم الجاي يمكن على هذا انا ويمن سوى ان شاء الله. شكرا لمهند عبد الرحيم. محور حلقتنا لهذه الليلة مع حيدر محمد، نتابع ورجع مع ضيوفي. عندما تتقلب الأوراق تذوب الشموع، وعندما تتقلب الأيام تذوب السنوات، وتذهب لطي النسيان بحلوها ومرها، والسطر الذي تصل إليه تتذكره أكثر من سابقه، كذا نحن البشر نتذكر ما يحصل اليوم ونعبر الماضي كأنه لم يكن. في بداية القصة دخل الزوراء موسمه هذا متعثراً، مرة يركض وأخرى يحبو، وفي غيرها لا يستطيع الحراك، نتائج لا تسر صديقاً وتسر الخصوم بها، فمعنى أن يهزم الزوراء يعني أن هناك بطلاً لن يتوج هذا الموسم، وهي فرصة للبقية من أجل الظفر باللقب. وخلال هذه الفترة عاشت جماهير الزوراء مر الحياة ومرها،
مرة نراهم يتظاهرون مطالبين رئيس النادي فلا حسن بترك الإدارة، ومرة أخرى تراهم في المحاكم لتقديم شكوى على إدارة النادي، ومرة يساندون فريقهم بالمدرجات مع عبارة تصدح اطلع فلاح وهلم جرى. بعد فوات الأوان جاءت إدارة النوارس بالمدرب عصام حمد وقالوا له احفظ لنا ما تبقى من الزوراء، وما فعله عصام أثلج القلوب وصار يحقق النتائج الجيدة تلو الأخرى، وما نسمعه كثيرا فريق الزوراء يحقق الفوز. وبينما كان الجميع يعتقد إن الأمور عادت إلى نصابها، وفي ليلة ما ذابت الشموع عندما قرأ أحدهم فيها أوراقا أعادت الصراعات للواجهة بين نجوم الفريق السابقين والإدارة الحالية. هذا الأمر الذي فتح جميع الاحتمالات، وقد نرى النجم الذي حمل الزوراء على كتفيه يحمل حقيبته مودعا مكتب الرئيس مع فرحة غامرة للمشجعين الذين تحقق مرادهم برؤية عهد جديد لنادي الزوراء. والأكف نفسها التي صفقت لفلاح لعبان ها هي تصفق لرحيله للأسف الشديد. لذا فإن الأيام عندما تتقلب تذوب السنوات. شكرا عيدر، واجدد ترحيب بضيوفي مرة اخرى الكابتن محمود كريم والاستاذ اسامه عدنان. اهلا وسهلا بكم ضيوف اعزاء. خلنا نبدا وياك مؤقته اداره الزوراء بانتظار مباركه الاولمبيه، والان الكره في ملعب الاولمبيه هي اللي راح تقرر وتحدد من سيكون في مؤقته الزوراء. هل ستذهب الاولمبيه باتجاه مركز التسوية وتعتمد قراراته، أم تضرب بالحائط وبعرض الحائط قرارات مركز التسوية وتبقي على إدارة الكابتن فلاح حسن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هم بالحقيقة ما يقدون يضربون بالحائط قرار مركز التسوية، هو أصلا مو قرار مركز تسوية. هم الكل فاهمي غلط، هو قرار لجنة أولمبية. يعني مركز قرار؟ أي طبعا مركز تسوية، شلون وصل هيك قرار؟ اجب توصيه من اللجنه الاولمبيه، الكل ما يعرفوا بهذا الموضوع. على ضوء الكتاب اللي صدر من اللجنه الاولمبيه مصادقه انتخابات نادي الزوراء اللي صادق عليها منه شخص واحد اللي هو علاء جابر. زين. بدون علم رئيس اللجنه الاولمبيه. زين. بدون علم الاولمبيه اصلا كليته. طيب. اللجنه اللي وياه هو كان مدير شؤون الانديه، يمكن اللي وياه مصطفى علق، والثاني اللي هو ضابط اللواء مهدي شواي. احسنت. هم ثلاثه كانوا هذول. احسنت احسنت. بمكتب الانديه احسنت. هم هسه ذابيها برلمان والمركز، هم شعلهم برلمان والمركز. اجت بتوصيه من الاولمبيه، هذا كتاب موجود. اي كتاب منهم؟ كتاب من توصيه من الاولمبيه. هسه طلع لك اياه واقرا لك اياه. هو مركز التسوية شلون اتخذ هيك قرار؟ توصية الأولمبية. توصية الأولمبية شلون يعني سوى؟ أنا سأشرح لي إياه، أنا ما أعرف بالقرار. هذا الكتاب، هذا الكتاب شنو اللي يقول؟ هسه راح أقرأ لك إياه. إحنا ليش نفتر ونروح ونجي؟ أي كتاب كابتن؟ توصيات هاي من لجنة الأولمبية أحكي لك. هاي؟ إيه. هذا الكتاب، هذا كتاب مال اللجنة الأولمبية. يقول لك من خلال جميع الأوليات المرفقة والإفادات والاستفسارات والإجراءات المتخذة توصل اللجنة الأولمبية بما يلي: أن السيد دكتور علاء جابر عبود عضو اللجنة العمومية وعضو مكتب الأندية سابقا، بإصدار كتاب المرقم 86/15/22 والتوقيع عليه، يعتبر خارج الصلاحية
الممنوحة خارج الصلاحية الممنوحة له، وبالتالي يعتبر فعله مخالفة إدارية. مخالفة إدارية طبعا يا كتاب مال الجوال، لأن هم سووا أمر إداري كانوا مصدرين بتوقيع رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية السابق. بعدين يوم 21/5 يوم 21/5 هيثم عبد الحميد أصدر أمر إداري وإعمام لجميع أقسام اللجنة الأولمبية بأنه تقرر إلزامكم بعدم مخاطبة الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية من خلال أقسامكم أو مكاتبكم إلا عن طريق اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية حصرا، وبخلافه يتحمل المخالف كافة التبعات القانونية المترتبة على ذلك وعدم اعتماد تلك المخاطبات من قبلنا. أكمل لك يا. كمل. ثانية، إشعار مجلس النواب حتى تجاوبني عليه، لجنة الشباب والرياضة بقرار اللجنة التحقيقية أعلاه المتضررة من قرار اللجنة التحقيقية اللجوء إلى المحاكم لإثبات أضراره. رابعا، اتخاذ القرار بالإجماع ووقع من قبل اللجنة التحقيقية، عمار إبراهيم عضو، علاء جبار يوسف، حسن عطية محمد. هذا كتاب وين راح؟ ترى العالم عبالهم البرلمان ومركز، هذا راح للبرلمان، من البرلمان الرفع للمركز التسوية والتحكيم. داود زين وياي، هذا راح على ضوء هذا الكتاب قرروا المركز التسوية وانعرضت الأوراق إنه الأوراق غير قانونية مال الانتخابات مال نادي الزهراء. زين، غير قانونية. زين، يعني هسه الأولمبية ملزمة بأنه طبعاً هذا كتاب مالته، هذا مو أنا، هذا كتابه، هذا من ضمن الفايل اللي راح للجنة الرياضة والشباب اللي بها بالبرلمان، هذا اللي ما حد يعرف به. هذا الكتاب اللي ما حد يعرف به، اللي ما ظاهر انعرضت كتب مال من الكتاب اللي انعرضت للعالم والانكشف للعالم، كتاب المركز التسوية وكتاب البرلمان، هم هسه ذابيه بخانة البرلمان، ان البرلمان هم اللي حلوا. اي مو تدخل، هم يقول لك مو تدخل على ضوء هذا الكتاب، على ضوء هذا الكتاب. طيب استاذ أسامة، هذا الموضوع موضوع شائك ومعقد صراحة. لان يقول لك انتخابات الهيئة الإدارية الزهراء اللي جرت يوم 27/8/2022 ما كانت قانونية، وعدم حضور ممثل اللجنة الأولمبية ومكتب الأندية، وتم تفريغ الانتخابات من خلال شاشات التلفزيون. نعم. أنا هاي أول مرة أسمع به بهذا الموضوع. زين، قانوني مو قانوني، أنا أقعد ما حاضر للانتخابات وأفرغ تلفزيونيا، وضح لي هاي النقطة. كلم أستاذ كابتن محمود كلام مميز بالدعوة كونه هو مدعي أيضا بالدعوة. إحنا اليوم نجي نفصل للمشاهدين والجمهور الزوراء والكل بصورة قانونية هذا الموضوع. اليوم مركز التسوية والتحكيم هو أعلى سلطة رياضية في العراق بعد ما صدر قرار بإلغاء كافة المحاكم البدائية ومحكمة المنازعات الرياضية، وحسب المادة 42 في النظام الداخلي مال اللجنة الأولمبية أسسوا مركز التسوية والتحكيم. الأخ المدعي أمير المالكي قام دعوة في مركز التسوية والتحكيم، بعدين من خلال مجريات القضية تبين أنه هناك خروقات. نعم، هي ردت الدعوة كون أنه المدعي أمير المالكي ما قامها على الاستئناف، قامها على التحكيم، والاستئناف يحتاج ل 21 يوم، وفي المطلب مالته كان أنه حل الهيئة الإدارية لنادي الزهراء وتشكيل هيئة إدارية مؤقتة. زين، فردوا هذا المطلب، لكن نحن وقفر، لكن اكتشفت مركز التسوية والتحكيم، اكتشفوا أنه هناك شخص استغل منصبه ووقع تواقيع هو مو مخول بها، اللي هو علاء جابر. علاء جابر زي. اللي هو علاء جابر من ضمنهم، من هو؟ شوف، اليوم إذا راح يصدر قرار الزوراء بما معناه حل الهيئة الإدارية لنادي الناصرية الدائمية باطل، حل الهيئة الإدارية لنادي الحبانية باطل، ابطال الانتخابات اللي سبب لي ضرر بسببه هو باطله تعتبر. اي انتخابات؟ انتخابات نادي الميناء. اي بسببه هو ابطلها، قدم مذكره وتوقيع عن نفس هذا التوقيع، توقيع باسمه للمحكمه وابطلوا الانتخابات. تمام، فهنا هسه اذا حلوا اداره الزهراء باطل ولا لا؟ لا طبعا من حقهم يحلوها اللجنه الاولمبيه. ليش؟ قلت لك انا ليش وقت قلت من حقهم؟ كون انه انا مؤمن بقرارات مركز التسويه والتحكيم وكتب مركز التسويه والتحكيم، لكن أنا أؤكد على الأولمبية كون احنا قانونيين ممكن يستفادون من عندنا. أيه؟ أنا اليوم أحسن من هاي الدوخة الداخلية، هم
مركز التسوية والتحكيم خاطب مجلس النواب بناء على كتاب من مجلس النواب انهم بيان رأي بالموضوع، صح ولا لا؟ انا شو اسوي؟ ارسل بيان رأي الى مركز التسوية والتحكيم زين، وهم يعطوني صلاحيتي، لكن بالقانون للمادة 14 اولا للهيئة التنفيذية في اللجنة الأولمبية تنبيه وانذار وحل الهيئات الإدارية اذا كانوا مخالفين للفقرات الستة ادناه. فبالتالي حل الهيئة الإدارية نادي الزوراء يعتمد على الفقرة الاولى اللي هي مخالفة احكام هذا القانون، اي حتى هو حتى اذا ما حاضر ممثل لكن المخاطبة اجابته كانت غير قانونية. المخاطبة مال نادي الزوراء الاجابة مالته كانت غير قانونية من شخص ما عنده صلاحية للتوقيع، كون عنده صلاحية هو الامين العام ورئيس اللجنة الأولمبية فقط فقط. هو وقع وارسل انه وقع صادق على الانتخابات انه خلص لا تمت مصادقة، وقع لهم كتاب، وقع لهم انه احنا لا مانع لدينا ومن حقكم مش وقت تجرون الانتخابات من حقكم ما عندكم مشكله، استعمل غير صلاحيته. اي زين اللي وصلني قالوا انهم مفرغين الانتخابات من شاشات التلفزيون هسه هاي هاي بعدين انا احكي لك على الجزئيه الاولى زين، بعدين كملوا الانتخابات ودوا لي اياه يا بشوفها هي العلم والاطلاع. اي انتخابات اللي جاوا مو من حقها الصادق عليها، ما لها علاقه بالمصادقه. من يصادق عليها؟ ما لها مصادقه، ماكو مصادقه. هي زين استاذ بدون هو هسه الكتاب شو وقت نزلهم اياه؟ هم شو وقت بس 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 مو انا حتى اوصلك اوصلك في الفكره. لا لا مو انا فاهم القضيه. اسمعني. نعم. بما انه انا مدرب نادي الزوراء. نعم. نادي الزوراء كل انتخابات ما يعلنون انتخابات لا قبل اسبوع ولا قبل 10 ايام ولا قبل 5 ايام. قبل القانون لازم شهر. هاي احنا هاي مو هاي من ضمن الخروقات اللي احنا مسجلينها استاذ، بس خلي اخدمك بموضوع. زين. فدوى العنب. هم يعلنون شو وقت؟ هسه والدة غيث الله يحفظها هسه تقول هم رجعت على يوم السبت، لان مهمه مو هي مشكله استاذ داوود. يوم خميس بالليل اتفقوا واجتمعوا الاداره انه راح نسوي انتخابات يوم السبت. كابتن تجي تقنعني انه الخميس اجتمعوا والانتخابات يحتاج لها حجز قاعه وتبليغ واعضاء عامه القاعه موجوده. اسمعني تبليغ اعلام هسه الامانه هسه انا ارجع على جزئيتي الاعلام ما حد اقول لك موجود اقدر احكي لك انا بالنادي يعني مو احكي لك انا خارج النادي بدي احكي لك اياه. يوم خميس اجتمعوا وكان من ضمن مدرب انا مدرب عضو هيئه عامه موجود انا لحد الان عضو هيئه عامه لحد الان ترى ما مطلعيني هم. يوم خميس بالليل ساعة واحدة ونص طلع الله يذكره بالخير الضابط كان هو مسؤول على الانتخابات راح من بالي طلع بالوحدة ونص من الليل قرروا انتخابات يوم سبت جمعة سبت صارت الانتخابات وهذيك الهيئة العامة كلها روح اسألها شو وقت بلغوكم يوم الجمعة بلغوا الكتاب هم الزوراء شو وقت طلعوه شو وقت على جابر نزلهم كتاب ما ترى هسه هو هاي جزء من القضية انه لازم بالتحقيق هسه انا حسب ما فهمت انه اللجنه الاولمبيه سوت تحقيق اداري بهذا الموضوع ويرفع للمحكمه مثل هسه الهيئه النزاهه بالبصره دازه كتاب بخصوص هذا الموضوع على الانتخابات مال نادي الميناء انه على المذكره اللي مقدمها هو خلي يسمعني يسمع جزء اللقاء هذا حتى هم يقدم دفوعه بالصوره الصحيحه. الموضوع المهم انه انت اليوم الكتاب مو ارسله هو تجاوب شخصي رجع ودوه له خلى الضباره في مكتب الانديه كون الاضابير كلية حاليا في مكتب الانديه موجوده تمام؟ زين هنا أنا اللي صار الدعاوى مال الاخوان اللي دا ترد لان دا يقولون انه سبق الفصل بها بالمحكمه اللي هي امامك حاليا اعتقد هاي هسه سراقه هاي محكمه البدال ها؟ ومحمود وغيث عندي هاي موجودة أمير مو من ضمن أمير على محكة على مركز التسوية موان لازم محمود كريم عبد الهادي هذاني ما هذاني راح أي وحيدر جواد ونفس المحامي داود وغيث عبد الغني ترى أقول لك شغلة يعني أستاذ أسامة ترى إحنا قبل لا نروح للمركز بس خلي أوصل الفكرة حتى العالم تعرف ترى إحنا سألنا واستفسرنا وقلنا إحنا ترى مردودة علينا وقالوا ماكو مشكلة إن المركز ما كان متأسس بالفترة اللي انتم اشتكيتوا بها على إدارة نادي الزوراء فمن حقكم تشتكون قالوا مع ذلك وإذا عندكم أحد ما مشتكي وياكم داخلوا بشكوى بس انتم هسه ثلاثة غيث عبد الغني محمود كريم اللي هو انت المحكمة التمييز الاتحادية تمام وأيضا سراقة صبيح مهدي رد المحكمة الدعوة تمام حكما حضوريا بالعدد كذا في يقضي برد دعوة المدعي عليه وتحميل الرسوم والمصاريف تمام استاذ داود
طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزيا طالبا نقضه بلائحه المؤرخه 21/9/2013. هذه شلون الرد عليه؟ هذا راحت الرد، هذه شلون الرد؟ زين انتم شلون رجعتوا رحتوا المحكمه؟ احنا للمركز مو جاي اسولف لك، مركز احنا للمركز استفسرنا، من حقنا نرجع نشتكي هنا، قالوا من حقكم. لا مو صح، هاي هم اهل المركز مو انا، انا بالنسبه لي لا قانوني. بس خلي اعطيك جزئيه مهمه حتى تكونون على بال. هسه هم بس دقيقه، سؤالي هم اشتكوا محكمة التمييز، خليك اي اشتكوا، راح بعدين ردت الدعوة مالتهم. اي نعم. رجعوا وين راحوا؟ مركز التسوية. انا قاعد لك امير راح. شنو امير؟ انا رحت. لا هو راح. انا رحت. مرخصتك انا رحت. وين؟ وليث حسين راح، وليث عبد الغني راح، احنا رحنا للمركز. لا انا قاعد لك على الدعوة. اسمعني بس خليني اخدمك، انا اول يوم قعدت وياك لو مو قعدت يوم. نعم قعدنا. وقلت لك انت هواية هواية تنشر لهم نحكيكي، قلت لك لو ما قلت لك. نعم. قلت لي انت صفعت شخصية. لا 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 انا ما ناشر لهم. لا لا خلي بس خليني اوصل لك الفكرة. لا مو حتى اذكرك بي، انا رحت اول واحد، انا رحت. اتذكر انا اصلا ما وصل للمركز. هو بس الدعوة اليمي جاي، الدعوة اللي جت يمك، حتى التشكيت اللي قلت لي انتوا دوختوا نفسكم هيك على الخالي بلاش. صح اي نعم. ليش رحتوا اشتكيتوا بالبدائل؟ وليش اجيتوا اشتكيتوا هنا؟ روحوا الاولمبية حلكم. صح انت بلسانك. طبعا انت بلسانك. اي شنو اللي خطأ؟ زين احنا من رحنا للمركز، احنا لا بالقانون ولا نعرف بالقانون. ابو المركز قال تعالوا اشتكوا هنا من حقكم، لان المركز ما كان متشكل بالفترة اللي انتوا اشتكيتوا بالبدائل. احنا دعوتنا ردت داود، خل توصل الفكرة. دعوتنا ردت بالتمييز. بالتمييز جاب القانوني قال من حقكم، مع ذلك جيبوا واحد وياكم ما مشتكي وياكم بالبدائع، خلي يشتكي. من جبتوا وياكم؟ أمير؟ أمير مو هو ما بده يخلينا نكمل. زين انا ارجع لك لهاي الجزئيه، الجزئيه بس خل اخذ الاستاذ مصطفى جبار عليك، رئيس اتحاد المواي تاي. اهلا وسهلا بك كابتن، مساء الخير. مساء الخير عليك استاذ داود وعلى ضيوفك الكرام، القانوني القدير المحامي الاخ الاستاذ سامع عدنان، وايضا الاخ العزيز الكابتن محمود. اهلا وسهلا بك كابتن مصطفى. كونك الان انت مدير مكتب الانديه في اللجنه الاولمبيه، موضوع الزوراء موضوع يعني شائك ومعقد. هناك تواقيع صدرت من السيد علاء جابر حسب ما يدعيه الاخوان بانه تمت المصادقه انه خلص، انه اعطى الضوء الاخضر لاجراء الانتخابات دون الرجوع الى المكتب التنفيذي للجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه. تفضل وضح لي هاي الجزئيه. يعني بالحقيقه عمل مكتب الانديه باللجنه الاولمبيه هو عمل تنظيمي وليس اصدار القرارات. اصدار القرارات تتبع السيد رئيس اللجنه الاولمبيه عندما يرفع المكتب الأندية توصياته بموضوع ما يخص لنادي معين، فبالتالي رئيس اللجنة الأولمبية أما يصادق أو يعطي ملاحظاته بهذا الموضوع حسب قانون الأندية النافذ والمكتب التنفيذي. الأخ علاء جابر للأسف الشديد طبعا أنا أحمل هذا الموضوع بداية رئيس السيد رئيس اللجنة الأولمبية السابق اللي الجميع يعرف أنه كان عمل عشوائي، ومن ضمن هذه الأعمال العشوائية أنه شكل مكتب أندية من 3 أشخاص، يعني لا يوجد بها مدير أو رئيس أو ما شابه ذلك، وهذا ما سبب إرباك بعمل مكتب الأندية. ولأكثر من مرة أنا شخصيا رفعت الإعفاء من هذا المكتب، فهذا أحد أسباب الإرهاصات اللي جرت في مكتب الأندية السابق. اعتقد الدكتور علاء كان تصرفه مستعجل بهذا الموضوع، وايضا للاسف فردي انه خاطب مخاطبات خارجيه، واعتقد ما ممكن انه قسم من اقسام اللجنه الاولمبيه يتيح له القانون بمفاتحه اي نادي او اي مؤسسه رياضيه او حكوميه الا عن طريق الامانه العامه للجنه الاولمبيه او عن طريق السيد رئيس اللجنه الاولمبيه. طيب عندما استلم المهام الدكتور عقيل مفتي رئيس اللجنه الاولمبيه وضع حد لهذا الموضوع وشكل مكتب أندية متميز، وايضا يعمل باشراف اشرافه شخصيا واشراف السيد النائب رئيس اللجنه الاولمبيه الحاج فادي قويان، وايضا بمتابعه مستمره من دائره الشؤون القانونيه والسيد مدير القانونيه. طيب يعني انت بس انا خليني اوقف عند نقطه جدا مهمه، انت ذكرت بانه كان قراره مستعجل.
يعني انا اعتقد خطواته والكتب اللي يعني صدرت من مكتب الانديه بدون علم حقيقه عضوين اخرين اللي انا كنت احد اعضاء واللواء مهدي شواي. اللواء مهدي شواي ولم نطلع عليها في وقتها، وهذا ما وضحته اللجنه التحقيقيه اللي شكلت من قبل اللجنه الاولمبيه، لكن هذا لا يعني ولا اعطي مبرر حقيقه قانوني انه بعدم شرعيه اداره الدوره الحاليه. هذا يتبع اللجنه التحقيقيه الان شكلت لجنه تحقيقيه عليا. زين استاذ مصطفى، استاذ مصطفى سؤالي واضح، انا سالت الاخ اسامه عدنان هو كونه قانوني ومحامي ويعرف بهاي الامور الرياضيه ومركز التسويق وامور اخرى. اداره الزوراء الحاليه برئاسه فلاح حسن تعتبر من الناحيه القانونيه قانونيه ام لا؟ طبعا انا بصراحه قافي يزعلون وخاصه لا 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 شوف لا تقولي زعلون، انا ماكو عندي احد يزعل، انا اريد اعرف قانون، لا احد فوق القانون. لا اسمح لي طبعا القانون فوق كل شيء، وايضا السيد رئيس الجمهوريه ومكتب الانديه نحترم ونطبق قرارات القضاء او مركز التسويق بالتاكيد. يجوز الشاطر من الراي الاخ اللي سامع عدنان، هنالك قرارين قضائيين بهذا الموضوع. قرار المحكمه ومصدق تمييزيا، وايضا قرار مركز التسويه، فبالتالي يحتاج تأني ودراسه وايضا صدور قرار قانوني بحت. اليوم السيد رئيس الجمهورية يتابع الموضوع بجدية. اليوم نادي استاذ مصطفى مركز التسوية نصا يقول، نصا كتاب مركز التسوية وقراره بموضوع ملف نادي الزوراء يقول ان كتاب مكتب الأندية غير صحيح وباطل، ويترتب على ذلك ان اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية حل الهيئة الإدارية، اوكي، ويترتب على ذلك ان اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية حل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي وتشكيل هيئة مؤقتة استنادا للمادة 14 من قانون الأندية. اني شوفوا اكو بي حتى القانون يمكن بإنذار وبي يلا تجي انت ثلاث خطوات. طيب انت هنا المركز التسوية يقول قرار باطل وغير صحيح قرار مكتب الأندية. أستاذ داوود إذا تسمح لي، أستاذ أسامة وأستاذ محمود أيضا يسمحوني وكافة مشاهديك الكرام، اللي الكتاب اللي الآن حضرتك تليته هو من السيد الأستاذ أعتقد زيد مدير مركز التسوية. زيد فارس آل سلمان. أكو قرار قبل هذا الكتاب. قرار مركز التسوية أتمنى أيضا الجزء بالإعلام ما طلع بقدر ما طلع هذا الكتاب. إحنا اللجنة الأولمبية، رئيس اللجنة الأولمبية أمر بتشكيل لجنة عليا وتتضمن السادة القانونيين من ضليعين بالقانون الرياضي جاي يدرسون الملف بدقة عالية. وإن شاء الله سيصدر قرار. إيش وقت الخميس؟ قانونيا من الجمهورية. خميس؟ نعم. الخميس راح يكون القرار؟ لا ما الموعد ما صراحة ما أعرف الآن، لحد الآن يدرسون بالملف. أكو ضغوطات أستاذ مصطفى؟ لا أبدا يعني أزيدك للعلم. لا السيد رئيس اللجنة الأولمبية يتأثر بالضغوطات لا سياسية ولا إعلامية ولا حتى شعبية ولا أندية، واني أتحمل مسؤولية كلامي كمدير مكتب الأندية أبدا ما نتأثر بهذا الموضوع، لكن أنه ليهمنا إحقاق الحق الجميع أخوتنا ونقف على مسافة واحدة، لكن إحنا نسير بالقانون وإن شاء الله نصدر قرار. طيب مع القانون طيب شكرا لك استاذ مصطفى جبار علق مدير مكتب الانديه في اللجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه، شكرا جزيلا لك ولمداخلتك اسامه. لك الوقت بس حتى ارجع للكابتن محمود بعد. بس اعطوني وقت. اي يلا اي بس على السريع اشرح لي اياه يلا. طبعا انا كلام استاذ مصطفى جبار كلام منطقي جدا، ومن ضمن الموضوع انه قال علاء جابر تسرع، اي اكو هناك اعتراف كامل ومكمل انه علاء جابر اخطا بكتابه بخصوص هذا الموضوع. الامر الاخر انه انا اكدت على موضوع مهم، هذا الكتاب هو ما مشار الى 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 مو القرار
اي ما مشار الى اللجنه الاولمبيه الى 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 مجلس النواب لجنه الشباب الرياضي. انا شريط مجلس العفو اللجنه الاولمبيه المكتب التنفيذي باللجنه الاولمبيه يرسلون بيان راي الى الى مركز تسويه التحكيم وبالتالي يرجعوا لهم كتاب نفس هذا بحل الهيئه الاداريه كون الصلاحيه التامه لحل الهيئه الاداريه ليس من مركز تسويه التحكيم وانما اصدار امر اداري من قبل مركز من قبل المكتب التنفيذي اللجنه الاولمبيه. على شنو تستند هسه اللجنه الاولمبيه حتى تحل على الماده 14 اولا الفقره الاولى اللي هي مخالفه احكام هذا القانون اللي من ضمنها فقره عدم حضور ممثل الاولمبيه او عدم مخاطبه الاولمبيه بصوره صحيحه. هذا كابتن سمعته الكابتن مصطفى القانون ترى واضح. انت ايش انت قلت يدافع و لا لا انا لا لا مو يدافع هو هواي يطمنه. لا انا ما دافع لا لا انا لا ما يدافع داود يجوز انا خان التعبير هو هواي يطمنه. اطمن منه صديقك ارد اسالك لا كل كلام اصدقائك ارد اسالك سؤال كم دعوه رفعتوها انتم؟ ايه شفتني مترافع؟ لا شفتني حاكي؟ لا ما مترافع ولا حاكي ولا لي علاقه بهم اصلا. هواي انا صار اعلق علقت نعم علقت لان طريقه اقامه الدعاوى خطا ولازم نوقف عليه هذا الموضوع. انا غير هو اعتراض على هو اعتراض على عبد الغني خابرته وحكيت وياه امير المالكي خابرته وحكيت وياه وكلهم خابرتهم وتكلمنا انا وياهم وتواصلنا بخصوص طريقه اقامه الدعاوى اقامه الدعاوى حتى لا ترد. تمام فهذا الموضوع انه على قولتك انه القانون لا اتكلم قانون لا لا النتيجه شنو كانت ردت مو انت قلت لي لي لا قلت لي قلت لي ايش قلت لك انا قلت لي قلت لك اختصرت لك الطريق لا قلت لي انتم ليش دايخين اي ورحتوا للبدائع وجيتوا لهنا روحوا لل ترى احنا رحنا الاولمبيه صحيح لو لا بالمناسبه ونفس هسه خارج وقت بعد حمودي بعد المفتن راح لا غيث كابتن غيث راح الكابتن رعد تحياتنا له بوقتها كابتن رعد قال له اي كتاب هسه تذكرت قال له اي كتاب بخصوص انتخابات نادي الزهراء ما واصلنا وكابتن مصطفى علق تحياته مو كان على جابر متحفظ على هذا الموضوع بس كون انه ما يقدر يرفع التصويت خليني اوصل لك هاي قبل الانتخابات احكي لك كابتن مصطفى علق التقيت وياني وغيث ونفس الموضوع قال اي كتاب بخصوص انتخابات نادي الزهراء داود ما واصلنا للاولمبيه اي نعم نعم توصل الفكره هو زين فاحنا على ضوء هذا التجأنا للمحاكم انا كلامي صحيح كان لا صحيح بس خل اخدمك لا العفو لان مركز التسويه والتحكيم ايش قالوا لكم؟ ايه قالوا لكم هاي القضيه لازم وين تنعرض؟ على الجولمبيه تروحون موجود بالقرار تروحون على الجولم واذا باختصروا الطريق اللي هو مركز التسويه والتحكيم هسه سؤال هسه سؤال هسه هاي لجنه الشباب والرياضه مجلس النواب ارسلت كتاب استفسار الى مركز التسويه مركز التسويه رد عليهم وهسه قلت له قال انه رد عليهم بناء على المذكره اللي مذكره اللي دازيها مجلس النواب اللي انت اللي عرضته ايه في التوصيات تمام قال لك انه غير صحيح كتاب مكتب الانديه غير صحيح وباطل ويترتب على ذلك ان اللجنه الاولمبيه تحل هيئه الاداره النادي الزهراء وتشكل هيئه مؤقته تمام وفق استنادا للماده 14 من قانون الانديه اولا خلاص زين ليه هسه الاولمبيه مخاطبين ما مخاطبين مركز التسويه لو شنو؟ والله ما اعرف لا من يعرف؟ داود يعني انا احكي لك شغله احنا صار لنا يعني بالضبط شهر 8 صار لنا سنتين شهر 8 ترى صابر هم سنه بقت عليهم انتخاباتهم اي وشو يطلعون؟ اي ما يطلعون ليش ما يطلعون؟ هم هسه بهذني وما خلوا بكان ما راحوا له ويسحونها وين راحوا؟ شنو؟ وين راحوا؟ بس اليوم بس اليوم ماجرين طياره طياره لان تعرف بغداد ازدحامات اي بين اللجنه الاولمبيه الصبح بين مستشار رئيس وزراء الاخ خالد قبيان تحياتنا له بين الاتحاد عدنان درجال واللي هو عدنان درجال مستقتل عليهم عدنان مستقتل ما عنده صلاحيه ما له علاقه ما له علاقه ما له علاقه عدنان رئيس اتحاد كره مو هسه انا اوصل لك الفكره ما اعرف حكم علاقته بهم بس اليوم الاتحاد نزل بيان طبعا احنا ما لنا علاقه طبعا صار ضغط داود صار يومين صار ضغط جماهيري تدرج بس هو كقانون يعني الاتحاد ما له علاقه بهذا يضغط انا احكي لك دا يضغط اخي دا يضغط باتجاه من؟ باتجاههم المن على منو جاي يضغط؟ ما دا يتحرك لهم؟ زين واذا هذا الكلام اذا هذا الكلام مو صحيح صار يومين الجمهور قلبها للدنيا انتم تدرون لو ما تدرون؟ ادري زين هو ما يشوف هاي الاخبار؟ ما يسمع هاي الاخبار؟
يعني معقوله اليوم بالعراق ترى العراق بس هو هذا امر قانوني قانون اصدر خلص صار انه حل هيئه اداريه لازم شكل هيئه مختصره احكي لك شغله احكي لك شغله البارحه لو اليوم المفروض يصدر قرار البارحه واليوم البارحه واليوم ليش تاجل صار ضغط على 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 دكتور عقيل مفتن كابتن محمود خليه اخدمك تعرف ليش يصدرون قرار ايه شوف انا قبل اسبوع كسبت قرار على اللجنه الاولمبيه بحل هيئه اداريه مؤقته هيئه اداريه داميه لنادي معين واجيت الغيته في مركز البحري نعم ايه؟ ليش استندوا على نص قانونه ضعيف جدا اجينا احنا الغيناه فيريدون يتأنون مثل ما قال استاذ مصطفى جبار عليك كلامه ترى كان جدا دقيق قال دي يتأنون ودي يستندون على نصوص وفقرات قانونيه لكن انا اعطيتهم الشفره بعد الماده 14 اولا الفقره الاولى مخالفه احكام هذا القانون غيره ما يقدر لان اذا يحلها على غيره الهيئه الاداريه لنادي الزوراء تروح تستانف في مركز التسويه والتحكيم وتلغي القرار نفسه نعم ما يروحون للكاس لا ما يصير هذا البيان اعرج عليه هذا البيان شوف هو احنا ما شفنا امر اداري لحد الان لكن انا اريد اسبق الزمن وياهم اولا حسب القواعد الاجرائيه يجب استنزاف كافه الطعون الداخليه ومن ثم التوجه الى كاس اللي هو في طعن في قرارات مركز التسويه والتحكيم ما يصير قبل يروح المحكمة كاس. ثانيا التأثير على المنتخب الأولمبي غير صحيح، ليش؟ هسه القرار اللي كسبته أثر على المنتخب الأولمبي؟ لا ما أثر، مجرد أمور إدارية هم كاتبين كاتبين إنه راح يأثر على المنتخب الأولمبي مستقبلا وتفاصيله. وهسه شاكر الجمهوري يقول يقول في حال تم حل هيئة الإدارية لنادي الزوراء سوف نذهب للفيفا لمعاقبة العراق قانون من اللعب على ميسر قانون الميسر روح ليش روح بدي احكي لك شغله روح انا لا 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 قانون الميسر لا 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 يعني هذا تصريح انا احكي لك شغله استاذ سالم سؤال قانوني تصريح نعم. سؤال واحد يعني من اسمع واحد يقود نادي هذا التصريح هو ايه مو هذا هذا هو خراب البلد وخراب نادي الزوراء هو هذا اسالك سؤال قانوني نعم انا مو عضو هيئه عامه نعم واريد ادخل مؤقته نعم يحق لي ادخل هيئه دائميه انتخابات دائميه ما منضم يعني ما عندك شروط الماده 10 الفقره 2 يحق لي قانون الانديه لا ما يحق لي هذا هسه المتكلم هذا هسه الداز هذا اربع ثلاث اشهر ودخل بالدائميه صار له 14 سنه شاكر الجبوري مقانوني بنادي الزوراء شو مقانوني عندك كتب مستندات اجيب لك اقول لك لا قصده بدايه دخوله مو بدايه دخول داود الله يخليك شنو احنا وين؟ انا بنادي الزوراء ما انا هي قدوتني. فلا حسن من اجى من اجى النادي الزوراء الجد شكلوا المؤقته شكلها جاسم محمد جعفر صح الجد اربع اشهر خمس اشهر هو جابوه من الوزاره جابوه من الوزاره خلوه بنادي الزوراء ترى سبب هاي الهوسه بنادي الزوراء وتفليشة نادي الزوراء ونادي الزوراء صار له ثمان سنين او سبع سنين. بس افتهمتوا مشكلتكم ويا فلاح. هو اللي حرك فلاح. شاكر جبوري حرك فلاح والله العظيم هاي كلها ترى تعرفها ترى فلاح الرجال ما لا ادارته ما مشتغل اداري فلاح حسن الرجل مدرب يعني هسه انتوا كمعترضين ايه؟ اذا صار فلاح حسن رئيس هيئه اداريه مؤقته تقبلون؟ لا ما نقبل لا على شنو انا صار لي سنتين زين يصير هسه سؤال قانوني يصير انه تشكل انه هي يعني من المعترضين ومن الإدارة الحالية أنه يكون جماعة مثلا منا وجماعة منا أربعة بأربعة ثلاثة نعم شكلوا في هيئات إدارية ايه؟ سابقة ومش ايه؟ الموضوع زين القانون عليه من يطبق شو أنا يطبق عليه قانون عليه ما يطبق قانون سؤال هم حلوا إدارة لا لا سام أستاذ سام الله يخليك نعم هسه أنا طبقت عليه قانون بالبداء هسه نفرض لا لا اسمعني بس أوقف هو قال لك قانون يصير مو يصير زين هسه نفرض سووا نص من عندكم نص من عندهم وياك أنا نص من عندهم لا لا من يجي وياه من يجي عقيل مفتن ما يصير رئيس أقول لك لأن هو رئيس اتحاد الفروسية فيتعارض مع قانون احنا من يجي وياهم من أنا أحكي لك شغلة أنا أحكي لك عن جماعتي من نقعد ويا واحد من عندهم بس ارجع لك عليه لا يبقون بس هم ما نقعد ويا اي واحد من عندهم باوع قانونيا احنا طبقوا القانون علينا بالبدائه ها والكتب اللي راحت للبدائه كتب اعتمدوا عليها ما اعتمدوا على هاي الكتب هاي مال الاولمبيه ما اعتمدوا على اي كتاب كتاب نادي الزهراء دزل للبدائه رئيسا اخذوا به قرار ردة الدعوه على محمود كريم وعلى غيث وعلى سراقه هذا قانون بدي احكي لك بس خلي اوصل داود الله يخليك يعني هسه هم هذا على جابر بكيفهم موقع شنو احنا بلد وبقانون لو شنو
بالقانون يقول لك حضور اللجنه الاولمبيه لازم حضور اللجنه الاولمبيه. كابتن محمود زين انا متضررين احنا ايش قاعد تضررتوا؟ ايه؟ انا امامك محامي تضررت من وراء كتاب من علاء جابر بخصوص انتخابات نادي الميناء واساء الى سمعتي وانا اتمنى من اللجنه التحقيقيه الموجوده تحيل هذا الملف لان هذا بعنصر جزائي قانون العقوبات. هو اقول لك استاذ اسامه ابو ازاد هسه ابو ازاد انا مشتكي عليه ما عنده شهاده. زين البداءه وينها؟ من استقاله مقدم. اخي استقاله موجود، زين ليش ما يدزون عليه؟ ليش ما يدزون عليه؟ هسه غير نفتهم احنا؟ احنا ببلد اشتكيت عليه بالبداءه واشتكيت عليه حتى يعني دعوه يقصد مو شرط دعوه دعوه اي دعوه رافع دعوه؟ اي رافع دعوه اي دعوه اي رافع مختي لي لا تطلع. انت اي واحد يسالك قول ان انا مستقيل ومبقين مكتب اعلامي، مكتب اعلامي لا شهاده لا. وين الاستقالة مالته؟ يلا خليه يطلعها، خليه يطلعها هذا بالقانون اللي يحكي، وين ما يقعد؟ والله احنا قانونيين، يا قانون انت تحكي بيه شاكر الجبوري. انت اذا اكو اذا لا كابتن 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 بس دقيقة، يعني انا حتى ما اخليك شوية، انا وعدتك قلت لك شوية هذا 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 الانسان هذا الانسان هذا الانسان تدري شو كابتن محمود لا بس قطع ارزاق العالم لا استاذ اسامة قطع ارزاق العالم فلش نادي الزوراء هسه حق الرد هسه هو انا اتمنى القيب برنامج ما يخالف انا والله العظيم اتمنى القاب برنامج اخليهم كلهم بايديه هسه دقيقه انت ما عندك شيء ويا تايج فد مره بس على كيفك اعصابك هو اللي يقود نادي الزوراء هسه يقود نادي الزوراء شوف الحسن شو جابهم قرار بعد بس دقيقه هسه بس دقيقه انا هاي المشكله هسه انا سؤالي اليوم انتم رحتوا هيئه مؤقته، سويتوا هيئه مؤقته، رحتوا انتخابات، شكلتوا هيئه دائمه ونتائجكم ما رضت الجمهور، الجمهور طلع عليكم مره ثانيه تطلعون لو تبقون. والله واحد من الجمهور اذا قال لي لك احترم نفسي واطلع. ما ذب مي وجهي واروح اتوسل بفلان وعلان ودقدق البيبان وصار لي فتره على مدقة. منو دقدق البيبان؟ ها؟ منو دقدق؟ هم يعرفون منو دقدق البيبان. منو تحكي منو دقدق البيبان؟ تقول لي لا تحكي وتقول لي احكي. لا مو اسامي. هم عمي باوع احكي لك شغله افتروا الدنيا كلها ما خلوا سياسي ما خلوا برلماني ما خلوا وهسه يقولون ذولا الظاهر هم مو اكو حكي. ايوه ظهركم هم احزابكو. هذا اللي طاش. اسمعني اتحداك هسه انت حكيته. واتحداهم هم كلهم عشان تتحدانا انا شعلها جايب لك هذا اللي قاعد يحكوا واتحدى اي واحد استاذ اسامه احنا تدري من ظهرنا الله سبحانه ونعم بالله وهذا الجمهور هذول الابطال هاي الناس الفقره بظهرنا الله وزين اذا انا بظهري حزب داود ترى الله مطينا عقل صار لي سنتين استاذ اسامه افوت من محكمه واطلع من محكمه يعني معقوله الحزب هذا مالتي وملتزمني هم ما انا بدي احكي لك اياها بدك بدعوه واحده صح لو استاذ اسامه والله لا تهزي واحد ساعه مرخصتك الله يخليك انا خليني اخذها من عندك هسه هم مطلعين دعايه عندهم مشكله ويا شركه الاضواء شركه الاضواء ما اعرف والله العظيم وانا باوع كل الاحزاب على عيني وعلى راسي بس ثق بالله ما رحنا ولا دقينا باب واذا اكو واحد بحزب منتمي يا محمود كريم يا غيث عبد الغني يا عدنان ابو سعديه يا محمد جاسم يا ليث حسين يا سعد عطيه هاي احنا الموجودين اللي الجروب مالتنا اذا اكو واحد من عندنا راح على واحد بحزب او سياسي او بدوله خليه يطلع بالتلفزيون يقول ذولا احنا مباشر ننسحب هاي شجاعه من عندك وانا رسالتي اي رسالتي الى اللجنه الاولمبيه عندما يصدرون قرار بحل الهيئه الاداريه لا يكتبون به بناء على توصيه من لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب كون انه قانون الانديه ما يسمح بهذا الموضوع ما يسمح من توصيه من طرف ثالث فقط من مركز التسويه مركز التسويه او من المكتب التنفيذي في اللجنه الاولمبيه حسب القانون اما توقعاتك توقعات 2-0 لا هسه توقعاتك يصدر هذا القرار بحل الهيئه الاداريه يصدر طبعا يصدر؟ اي نعم زين اللي وصلتني حتى اقول لك اياها اللي وصلتني انا حتى الوقت تجاوزت على الوقت دقيقتين اخذت من الوقت والله واعلانات عندي وانا اليوم اخذت من استاذ اسامه يعذرني لا امين لا اسامه متعود دائما يجي ناخذ من وقته دائما نمون عليه الموضوع راح يصير انه نص من عندكم نص من عندكم من اقعد وياهم هذا اللي عندي هذا اللي وصلني انا بدي احكي لك قانونيا تنحل الاداره قانونيا تنحل ويصدر قرار يصير هيك يصير انه اذا هم اتخذوا هيك قرار فهذا ظلم بحقنا وبحق جمهور الزوره خلاص
شكرا لك كابتن حبيبي. محمود شرفتنا اليوم ونورتنا حبيبي. شكرا لك. شكرا لك استاذ اسامه. شكرا نورتنا اليوم. شكرا لكم مشاهدينا. نلتقيكم باكر ان شاء الله. تصبحون على الف خير وبلا لقاء.